بالراحة يا شيخة تتويت على كاب اف ام دخلتنا للسبعة وخمسة ستة وخمسة واربعين دقيقة صيح ختمنا ومروحين وصيح باش تعشي وتوا وقاية تبارة. ميرسي بوكو انور بن حسون وراء الاختيار الموسيقي حسيلو الشلة كل عاملة جولة هنا بالراحة يا شيخة عاملة فيهم حبارة يا اخوي. يلا سينو شافي مين معنا بالتليفون شو حوالك شيف؟ اهلا وسهلا مرحبا بيك ومرحبا مستمعين كاب اف ام كله نسلم عليك الكل ان شاء الله بخير ونعم ان شاء الله يا ربي. دونك كنت شنو حوالك شيف طمنا عليك؟ والله الحمد لله كالعاده والعويد كهف خدمه كالناس الكل يلاه المستعان يا ربي يعاونك. اجواء تونسيه بحته هيك اهو اجواء تونسيه بحته. يلا سينو باش نمشيو مع بعضنا كالعاده لدباره جديده سهله وخفيفه اي سيغتو خليني نقولها وعلى ضمانتي دبارة الشيف امين ديما تكون بنينه برشا. يلا مرحبا بكم الناس الكل في دبارة اليوم. دبارة اليوم دبارة اليوم اي شيف امين جو دبارتنا لليوم اي والله دبارتنا لليوم باش نعملوا حاجات تاع ويكاند اي باش نعملوا ديكريب بن على بن لي كريب عندي عليهم مده كبيره. اي شيف امين كيفاش نطيبوا الكريب؟ ناخذوا ربايع كيس الحليب عليها 125 غرام فرينة عظم 30 غرام زبدة ذايبة مع بعضهم ونفوحوهم ملح وفلفل أكحل وشوية أحبق هنا ونركضوهم مليح خليهم يرتاحوا بعد نصفيهم. بعد ما نصفيهم نعملوا الباتا كريب نتاعنا ندهنوا المقلة نتاعنا في الزبدة ونعملوا فيه باتا كريب يكون صغار. الفارس نتاعنا باش نختاروا هنا قوطة وطن قوطة وطن مع بعضهم نخلطوهم ملح وفلفل أكحل شوية جبن مرحي معاهم ونحطوهم في وسط الكريب ورولوهم ويكونوا عندنا هنا دي كريب سالي لبنان برشا. باهي برشا هذا بالنسبة للميني كريب ميني كريب فوالا لونتخي نتاعنا. سينو في السويت شاف امين شنو عندنا اليوم؟ السويت كيما تعرف توا يلزمنا نخمو برشا في الحوت ننصح برشا عباد تشوفوا حاجات في الحوت حتى امور كو ثوم معناها اقل برشا. شوفوا الكالامار تعملوا الكالامار باني مش دوري مش تكون باني. ايه كيفاش نطيبوا الكالامار باني اليوم؟ اي الكالامار باني مثلا كالعاده ناخذوا الكالامار تاعنا نحطوها دورا زين كعب الكالامار ومن بعد نخلطوها شويه في الماء حتى تهدى شويه. بعد ما نخلطوها ناخذوا العظم يكون عندنا صحفه في العظم صحفه فيها الفرينه وصحفه فيها شابي. اول حاجه باش نحطوا الكالامار تاعنا في الشابي في العظم ومن بعد في الفرينه ومن بعد نعاودوها مرة أخرى في العظم ومن بعد نحطوها في الشابليور معناها كات فوا باش تكون مخضروة فوق كات فوا معناها نغطوها بيه ومن بعد نسخنوا لها الزيت نتاعها نقلبوها نسخنوا الزيت نتاعنا بعد نغطوها يولي نار نتاعها متوسطة موديري ومن بعد نقلبوها وتكون عندنا كالامار دوري نستقطروها من الزيت ما تكون مش دوري باش تكون باني سامحوني باني وتبدا عندنا كالامار هايلة نعمل معاها كعبة فريت مادام عندنا الزيت سخن نقصوا كعبة بطاطا نعملوا معها كعبة فريت ونحطوا معها شوية كيس سايطة خضرة مع الميني كريب يكون عندنا فلا مزيان برشا مزيانة برشا كالامار باني معها كعبة الفريت كما ما قلت لنا وصليت الخضرة تعمل 66 كيف. هذا بالنسبة للسويت متاعنا. سينو في الديسير شيف امين والمفاجأة في الديسير خليني نقول هيا قل لي انت المفاجأة راح تخلي المفاجأة عادنا في بالي بها شيف امين انا في بالي كم ترى هكا شنو حاجه تاع ويكاند قول لي حاجه تاع ويكاند شنو حاجه تاع ويكاند انا نقول يا حاجه هكا في الكيك في الامور هذوكم ولا نعملوا دي بسكوي هكا شاف مين دي بسكوي لي بسكوي هذا ما يسميه دي غاليت نوازيت هيك حاجه ايكونوميك وفي نفس الوقت نخموا على جوتين ولا صغار وخيوه تبت واحد تعمل حاجه ونرجعوا اللمة هي شويه بتعب الكوزين. فوالا تبارك الله عليك شيف امين ديما في المود ولا اي كيفاش نطيب؟ نقولوا نحن ناخذوا نعملوا امباكت بيسكوي امباكت بيسكوي نتاعنا باش ناخذوا المره هذه 200 غرام فرينه باش نحط معاهم 150 غرام زبده معاهم 70 غرام سكر هذوما كل باش نخلطوهم كل مع بعضهم نخلطوهم كل مع بعضهم باش نلموهم بكعيب بعضهم بعد ما نلمهم كي بعضهم باش نحط معاهم 50 غرام نوازيت محروق لهنا السر نتاعها النوازيت نتاعنا حطوها في الفور نحرقوها تولي معناها اكثر غامقه معناها مارون غامق بالكدا بالكدا تسيح السمكه نتاعها خليوها تبرد نهرشوها في الربو ولا في جينا بالقطال ولا بالحاجه وخلطوها في الباتا دي نحلوها الباتا نتاعنا
ونتبعها باللونبور بيس بالطابعة تاع الطابلي ونحطوهم على الطابلي بيسون ونحطوهم في 180 درجة لمدة درجة من زمان يكون عندنا دي جاليت مزيانين بالقفاز وريحتهم تصحوح على 7 كيلومتر كما يقولون. يا الله محليها محليها دبارة اليوم شاف مين الوغ لا انا معناتها بديت هنا بالكريب من بعد للكالامار باني من بعد ديك لي غاليت نوازيت الوغ لا حاجه مزيانه برشا دايوغ حتى المشاهدين تو اللي يتفرجوا فينا على باج فيسبوك نتاعنا غاديو كاب اف ام الانستغرام ولا حتى اليوتيوب زاد اكيد يتفرجوا في الصور الجميله شهيتنا شاف مين وجوعتنا ديما الوقيت هذا يكون وقيت العشاء جينا في الوقت الصحيح يلا سينو شاف مين نذكروا المستمعين نتاعنا بدبارتنا لليوم دونك بديناها مع الليميني كريب نعملوا ربيع ايتر حليب مع 120 غرام فرينة 150 غرام زبدة ونزيدوهم بالطبيعة العظيمات هذوكم باش يخلطوا البات متاعنا أكل الحبق هذيك اللي باش يعطي ريحة البنينة والنكهة البنينة في البات متاعنا مع شوية ملح هكا تكون البات متاعنا حاضرة ناخذوا الفارس اللي باش تكون قوتة وطن مع ملح وفلفل أكحل نخلطوه مع بعضهم ونعملوا هكا تكون فوالا الميني كريب حاضرة ومحطوطة على الطاولة نمشي وتو باش نحضروا الكالامار باني واللي بالطبيعة لازم الكالامار نقصوها نقصوهم دور ونحطوه في الماء شوية اللي تسمط بعديك ناخذوا سحفة عظم سحفة فرينة وسحفة شابلوغ اللي بعديك باش ناخذوا الكالامار متاعنا معناتها باش نحطوه مرة في العظم مرة في الفرينة مرة في الشابلوغ تخوا فوا شاف مين قلت لي ثلاثة مرات المرة الأولى في العظم بعد فرينة بعد شابلو بعد نعاودو في العظم مرة أخرى بعد الشابلو شابلو آخر حاجة هي شابلو آخر حاجة باش يمشي تقلي بالشابلو داكوردو بيه سينو نسخنو الزيت متاعنا ونقليو الكالامار متاعنا اللي نتيب مع نجمو بحكم الزيت سخون والكالامار تابسة نجمو نزيدو كعيبات بطاطا نعملو الفريت متاعنا وسلايطة الخضرة هكا يكون عنا السويت حاضر وبنين ومحطوط على الطاولة نمشيو باش نحضرو الديسير متاعنا اللي هما لي غاليت نوازيت ناخذو البات بسكويت نتاعنا اللي باش تتكون من 200 غرام فرينة 150 غرام زبدة 70 غرام 150 غرام زبدة وشنو اخر شاف امين فطني شويه ذا 200 عظم و 200 غرام فرينة سهله باهي باهي برشا كعيبتي عظم 70 غرام سكر في الروتين 70 غرام سكر ولا خاطر عندي 70 انا وشنو بالباقي نتاعها الحق فطني حاسبي سينو 70 غرام سكر 150 غرام زبده 200 غرام فرينة لمهم الكل بالعظم نتاعنا وهكا نمشيو للنوازيت والسر نتاعها يلزمنا نحرقوها في الفور شويه قبل ما نخلطوها في البات من بعد اننا بالطبيعه نحضروا الجاليت نوازيت نتاعنا الفورمة اللي نحبوا عليها احنا حطوها لمدة 10 دقائق هكاها وتكون حاضرة الجاليت نوازيت نتاعنا على 180 درجة وهكا تكون حاضرة والطاولة نتاعنا حاضرة وناكلوا صحة وبشفاء لينا ناس الكل ميرسي بوكو شيف امين يعطيك صحة على دبارة اليوم دونك نتلاقاو ان شاء الله الجمعة الجاية في دبارة جديدة ميرسي بوكو شيف ان شاء الله الجمعة الجاية ودوكم بروستاتات مزيانين وبون ويكاند ليك زادة شيف امين ميرسي بوكو لكم الناس الكل هذه دبارة اليوم. It's better.